كاتب عام عفوا مجلس الأعمال التونسي الإفريقي نيسي يقول لك في جملة من المقالات اللي كتبت اليوم يرى على أنه الأزمة اللي تعيشها تونس قد تكون وتنجم تكون مش قد تكون تنجم تكون فرصة بيان سور لتحقيق مستويات أرقى على مستوى النمو بيان سور وحتى على خلق الثروة. على كل يظهر لي أنيس عنده الخلطة وعنده السيناريو اليوم اللي ممكن يلزم البلاد والحكومة الحالية تطرحه. كل التفاصيل تكون مع ضيفنا. مرحبا بك أنيس على شمس فام. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. دونك أنيس كما قلنا برشا قراءات وبرشا كتابات في الفترة هذه، يظهر لي من أكثر الناس اللي خممت فيما بعد هذه الأزمة وكيفاش نغزر الأمور بطريقة إيجابية. أنيس والله صحيح، أنا إلى حد الآن كتبنا زوز مقالات واليوم إن شاء الله مش يخرج المقال الثالث اللي عندنا السبق متاعه نحن توا اليوم مش نحكيه عليه بالضبط، اللي العنوان هو تونس نحو اقتصاد حرب. وكنت زاد في المقالين اللي تعداوا يعني كيفية أن النظام العالمي مشي معناته مشي يتبدل بصفة معناته كبيرة، والمقال الثاني هو كيفية تحويل هالأزمة العالمية إلى فرصة لتونس. السيناريو اليوم الاقتصاد العالمي الكل كما قلت أنت باش يعيش فترة ركود وماهوش حتى عام 2020 ممكن حتى عام 2021، والتداعيات نتاعو باش تكون يعني على التجارة الدولية، وهذايا حتى بلغة الأرقام تقريب 32% تقول أنت تراجع، هذايا عمره ما صار. وكل اليوم قول قايل شنو في الوضع الحالي في الوضع العالمي التوجهات العالمية وكل اليوم كيفاش يتم توظيفها لصالح تونس، ونحن نحكيه على أنه تونس ممكن تستفيد من هذه الأزمة وممكن أنه تستعيد انتعاش اقتصادها إذا عرفت كيفاش تقوم بالتمشي اللازم وتتبع السيناريو اللي يلزم يكون معناتها المعمول به معناها اليوم من خلال الاقتصاد متاعنا. صحيح فارس، وانا حبيت نبدا المداخله متاعي لو تسمح باخر ارتيكل كتبه هنري كيسنجر في الواشنطن بوست. قال فيه انه ان التحدي التاريخي الذي يواجهه قاده العالم في الوقت الراهن هو اداره الازمه وبناء المستقبل في ان واحد. يعني ختم به مقال مهم جدا، مقال استشرافي، واللي قاعدين نلاحظوا فيه انه الازمه ممكن تطول، وهذا هو الإشكال. معناتها آخر دراسات تقول يمكن تطول، فما ناس تحكي حتى على جوان وفما تحكي على جويليا، والأهم من هذا أنه ممكن الوباء يعاود يرجع في الخريف. يعني احنا قدام ازمه هذه دراسات علميه معناها والا نظريات دراسات علميه طبعا باللي قرب هذيك لي بيك خرجت اليوم زاده تقول ممكن تطول، ولي بيك مش تبدا في ماي فما دول في جوان وانسي دو سويت. هذا مش يضرب في العمق الاقتصاد العالمي النظام العالمي. وكما كنت تحكي انت البارح الامين عام منظمه التجاره العالميه صرح اللي التجاره العالميه ممكن في 2020 تب 32% فوالا وممكن اكثر. يعني احنا توا في تونس ومش نرجعوا توا لتونس في الاطار هذايا، وفي اطار انه انهيار يعني هالتجاره العالميه وبعض القطاعات الكبرى. اليوم سمعنا انه فما ممكن افلاس نتاع اير فلانس كلام الاشكاليه في دلتا الاينس في امريكا، افلاس عديد من الخطوط الجويه العالميه. ورينا هذا بالضبط هذا يعني احنا داخلين في فتره معناتها خطيره ياسر. وانا المقال هذا علاش سميته احنا تونس نحو اقتصاد حرب، لانه حسب رايي لي ميزور اللي اعلن عليهم رئيس الحكومه ما عادش كافيه فارس. اليوم يلزمنا نتعداو لستيب اخرى اللي هي تستشرف على انه اساس 2020-2021 ممكن مش يكونوا عامين صعاب ياسر على تونس. ونتعداو الاقتصاد الحرب اللي مش ناخذوا فيه دي ميزور انكور بلو راديكال واقوى. منها نعطي بعض الامثل، هو يلزم ساعه اول حاجه نامنوا الاساسيات للشعب التونسي. اول حاجه الصحه، الادويه، الغذاء والماء والطاقه، نرجعوا للبازيك. ثاني حاجه الدوله يلزم تتحكم في مصاريفها بصفه كبيره وتضغط عليهم. ثالث حاجه هو تحويل جزء من ميزانيه وزارات بعض الوزارات الى وزارات اخرى بمتطلبات اساسيه، نركزوا على كل ما هو اساسي. تقاسم موارد الدوله على يعني وتوظيف احسن توظيف. توريد المواد الأساسية وتخلي على كل الكماليات. تعرف البالانس كوميرسيال متاعنا والبالانس كورونت متاعنا يلزمنا اليوم نرجعوا نهبطوا بصفة كبيرة في الامبورتاسيون ونشجعوا مش نرجع الانتاج التونسي.
تحويل بعض الصناعات الى منتوجات جديده. وتعرف يا فارس انا حبيت ناخذ ليكزامبل نتاع لي غير. احنا صحيح اليوم في حرب عالميه لكن مش حرب عالميه تراديسيونيل احنا في حرب عالميه نتاع وباء بيولوجيه هذه وليت بيولوجيه بالضبط اللي وقفت نجم تقول وقفت الاقتصاد العالمي وتعمل تدمير كبير. تعرف في 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 الحرب العالميه الثانيه ثم بعض الصناعات وقع تحويلها كما صناعات السيارات ولات تصنع في الدبابات والشاحنات العسكريه. ثم مصانع يعني كانت تصنع في الصناعات الثقيله ولات تصنع في انتاج الاسلحه. مصانع الفولاذ ولات تصنع في القنابل. احنا كذلك اليوم يلزمنا نعملوا تحويل لبعض الصناعات الى انه نمشيوا للصناعات اللي تستلزم الحرب على الوباء هذايا. دونك بعض كان تحب يا فارس من الاقتراحات للحكومة في كيفاش أنه اليوم نغيروا الاقتصاد متاعنا في الاقتصاد حرب خاصة في 2020. أول اقتراح هو التركيز على الفلاحة والأمن الغذائي. اليوم يلزمنا نستغلوا كل الأراضي الدولية والخاصة الموجودة بالمخزون الموارد المائية المفيد أنه نقلصوا الماكسيموم في التوريد ونعملوا على الأمن الغذائي التونسي. أول حاجة الصناعة القطاع النسيج تتحول إلى صناعة لكل من مستلزمات القطاع الصحي من أقنعة ومن بلوزات ومن غيره من الـ من الـ من اللوازم اللواء. ورينا البادرة هذه بدأت تصير معناها بدأت تتحقق مع الجامعة التونسية للنسيج والملابس. اليوم وزير الصناعة عمل اجتماع يعطيه الصحة وأعلن زاد على أنه تحويل هالصناعات هذه إلى صناعات خاصة بالأزمة الأوبية. الأدوية كذلك اليوم 75% راهم الاستهلاك الأدوية في هو يقع تصنيعه محلين. نكملوا 25% افيك دي ميديكامون جينيك قادرين هذايا احنا. هذا النقل تحويل الطائرات المسافرين اللي هما تو قاعدين الى طائرات شحن البضائع. اليوم عندنا انجيزمون انورم يا فارس في توسكي الاعلاميه والبرمجيات وتطوير التطبيقات الالكترونيه والاداره والبنوك والمؤسسات والمنظمات بما يمكن ازداء خدمات عن بعد. معناتها هذا القطاع راهو ينجم يشغل عدد رهيب من الشباب نتاعنا. بالنسبه للاشغال اللي ما عملناهش في قداش من عام عملناه في الفتره هذه في الرقم في الاداره توا في لوكازيون اون ايكونومي دو غير يفو لو فير يفو لو فير. ويلزم الحكومه تاخذ الاجراءات العمليه وتحط الموارد كلها بور لو فير دون لي بلو بريف ديلي لانه كل شيء اليوم نجموا نطوروه عن بعد. قطاع اخر مهم جدا هو قطاع التجاره الالكترونيه اللي احنا مخرين فيه برشا. احنا لو كان عندنا هل كل شيء عن بعد راهو عدد من المؤسسات ولا تتبيع وقتها نجم نطور تبيع اونليني وان بلوس جو بو ديفلوبي. معناتها عدد رهيب من الشركات تاع التوزيع كيما انديغو في كامل تراب الجمهوريه. نولي انا لا غالب جو سوي كونفيني قاعد في الدار جو بو معناتها نعمل كوموند نتاعي دون مانيير الكترونيك وتوصل لي البضاعه نتاعي اي حاجه يجيك ديليفري للدار وتخلصوا معناها وهكاك تخلق تقعد تخلق يرحم والديك اون كروسونس كامله. نيس هذوما برشا مقترحات لكن نحب ناخذ رايك اليوم في مقترح لانه بيان قبيله خرجته دونك اداره البنك المركزي وكان فما بيان حول مجلس اداره البنك المركزي في اجتماع اليوم انه قررت رغم كل ما تقال وكل الابقاء على نسبه الفائده المديريه للبنك المركزي دون تغيير مع استعدادها هذا حسب ما جاء في البيان لاخذ الاجراءات على ضوء تطور الوضع الاقتصادي والمالي. مازلنا معناتها اليوم انه في مرحله ان مازلنا نستعد ومازلنا باش نزيدوا نشوفوا. شنو رايك في هذا القرار اليوم من خلال هالبيان هذايا سي أنيس بالنسبة للمحافظة عفوا على نسبة الفائدة المديرية؟ أنا أعتبره معناتها قرار مؤسف جدا وموجع لتونس وموجع للمؤسسات التونسية. كنت صرحت في عديد المواقع كنت كتبت مقالات. البنك المركزي اليوم يزم يلعب دوره مش قاعد يعمل في الدور متاعه. البنك المركزي طلبنا انه يزيد ينقص 100 الى 200 نقطه في التو ديريكتور. هذا ما قامش به اليوم. مش معقول اليوم 6-75% تو ديريكتور فهمتني ولا وانت لي بنك سنترال اترافير لو موند يسون ا زيرو سي با نورمال يا اخي. فيقوا على روحكم مانيش عارف انا البنك المركزي فاش قاعد يستنى. ايزون ديتروي لانفيسمون ils ont quasiment détruit l'investissement avec ce taux d'intérêt. معناتها ماهوش معقول. ثاني حاجه اليوم البنوك المركزيه الكل البارح فهمتي ولا لا البنك الانجليزي البارح الى 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 لونسي اللي عمرها ما صارت اللي هما النيو قوه النيو ليبراليزم في لندن وعلى على لونسي 2 تريليون دولار. البنك الفيد امريكان الى اوسي
فيش قاعد يستنى البنك المركزي. حتى البنك المغربي اليوم البنك المركزي في المغرب ها مقراب معناها الكلها اليوم الاتحاد الأوروبي 500 مليار دولار. البنك المركزي التونسي يلزم يقرض الدولة التونسية، والدولة التونسية معاش يلزم تتعدى على البنوك الخاصة والبنوك الأخرى. مش معقول الدولة التونسية تاخو افيك دي تو دانتيري 8 و 9%. يعني هذا هذم على كل حال سمحني معناتها واحد منرفز. اليوم البنك المركزي والبنوك يلزم يفيقوا على رواحهم ويلزم يساندوا المؤسسات التونسية اللي راهي مش تغرق. معناتها مش تغرق. انا كنت نسمع في الاخ اللي كان يحكي على الميكروفينانس، وحبيت نعمل اقتراح مهم جدا باش نمنعوا لي زانستيتيون دو ميكروفينانس نتاعنا. اليوم اليوم البنك المركزي والبنوك يلزم يقدموا تمويل، والدوله مطالبه باش تعاون باش اترافير ان فون دو غارونتي. الدوله تحط ان فون دو غارونتي بور لي بانك اي بور لي زانستيتيون دو ميكروفينانس نتاع 1000 مليار 2000 مليار، تضمن في المؤسسات التونسية وفي 450,000 عائلة اللي كان يحكي عليهم بما يخول للبنوك التونسية وباللي سوستي دو ميكرو فينانس انها تعطي للي بي ام او باش نمنعوهم. يا فارس راهو ما عادش عندنا وقت. واضح. احنا مازال فيدنا جمعتين ثلاثة جمعات، والحكومة والبنوك التونسية مطالبين باخذ بزمام الامور في اقرب وقت. واضح. اللي قاعد يصير راهو مش يبيلكنا. الاقتصاد التونسي يستغيث، الشركات التونسية تستغيث، ويلزم ناخذ قرارات في اقرب وقت. واضح. دونك هذا هو دونك موقف سي انيس في موضوع اليوم ديمومة المؤسسات ووضعية اليوم البلاد، وخاصة الانتعاش الاقتصادي اليوم اللي يعيشه بلادنا. الأزمة دونك يظل نمشيه اليوم إلى إجراءات أكثر جرأة وإجراءات استثنائية اللي تنجم تقدم بالمؤسسات وزادة اليوم تدفع باقتصادنا. دونك انيس الجزيري كاتب عام مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، شكرا لك على كل هالتوضيحات هذية، وعلى ممكن على تقديم الفكرة هذه والسيناريو كما اختار عنوان تونس نحو اقتصاد حرب خلال 2020 و 2021. هذايا دونك كان عندنا سبق اليوم قبل ما تلقاو المقال نتاعو. دونك سي انيس شكرا لك مرة أخرى. دونك هذه هي كلام في البزنس لليوم. دونك إن شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية كالعادة في نفس الموعد من 5 حتى 6 نتاع العشية. عايشكم، شدوا دياركم، رد بالكم على رواحكم، ما تسلموش في بعضكم. بعد شوية دونك هاي ديجا خولة تتحضر كما نقول نحن، تحضر في روحها في كورونا نيوز. رد بكم كورونا نيوز. ميرسي للإكيب الكل، يعطيكم الصحة. بون ويكاند. تشاو.